بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الأمين. أما بعد، ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المحاضرة الـ 12 من محاضرات الماي سيكوال، وهنبتدي نكون فيها الكويري اللي هيبتدي يدخل بيانات للجدول بتاعنا. تعال نشوف كده احنا وصلنا لحد فين في 12 من لوحة المفاتيح. هنبص هنا هنلاقي ان في عندي الجدول ده اتكون يا جماعه، قصدي النموذج ده اتكون المره اللي فاتت، وقلنا ان احنا اول حاجه عملنا كونكشن بالداتابيس، تمام كده، ونجحت الكونكشن بالداتابيس اللي هي كان اسمها يوزر داتابيس 2، تمام. وبعد كده كنا عملنا الفورم، وبعد كده عملنا متغيرات تاخد البيانات من الفورم ديت، تمام كده. وفي حاجه لو انا ما دخلتش داتا بيبتدي يظهر لي رسائل خطا بالشكل دوت، تمام كده. وفي حاجه لو انا دخلت داتا، تمام، مثلا كتبت واحد، دخلت مثلا مصطفى حسن مثلا، وارسلت البيانات وفي داتا ناقصه، بيديني رسائل على حسب البيانات اللي هي ناقصه. طبعا في مشكله هنا، المشكله ان هو البيانات اللي دخلتها هو لسه مش محتفظ بيها، فانا هعمل لها برضه تعديل ان شاء الله النهارده بحيث ان هو يحتفظ بيه بالبيانات. بس حاليا دلوقتي نكون جمله الاس كيو ال بحيث ان احنا نقدر نخش على الداتا بيز ونحط فيها البيانات. هنمشي ازاي؟ تعالى كده نكون جمله اس كيو ال كويري، تمام كده، من خلال بي اتش بي ماي ادمن. لو انا جيت هنا على بي اتش بي ماي ادمن يا جماعه، تمام كده، انا علشان احشر بيانات داخل التيبل دوت هنعمل اكس كروس، وهنعمل باك عشان بس ايه نستلم معايا واحده واحده. انا عايز ادخل بيانات هنا في الجزئيه ديت يا جماعه، فهبدا اعمل حاجه اسمها الانسيرت هنا من فوق، تمام كده، وكاني هدخل بيانات بالفعل، وليكن مثلا دخل الاسم اللي اسمه مصطفى الزويدي، تمام، وام جي سي برو جيميل دوت كوم، وبعد كده هدخل الباسورد ده باسورد، تمام. بس بدل ما اعمل جو هنا في الحته دي هعمل بريفيو للاس كيو ال، تمام. هروح اعمل كده اهو، هطلع لي جمله الاس كيو ال، هروح محددها كلها كده واخدها زي ما هي كنترول سي واحطها في اي نوت باد، ولكن مش ده كنترول واي وفي، تمام تمام كنترول وفي، تمام كده تمام. طيب كده حصلت على جمله الاس كيو ال اللي هتشتغل عليها، ومعناها انسيرت انتو التيبل اسم يوزرز الاي دي والفيرست نيم واللاست نيم والايميل والباسورد، دي الحقول فيلدز، كل واحده من دول هتقابلها قيمه من اللي جايه دلوقتي، الفاليوز اللي هي القيمه المقابله كل واحده من دول. بالنسبه للاي دي نال، يعني انت مش هتدخل حاجه، هو يدخل اوتوماتيك لان هو اوتو انكريمنت. بالنسبه للفيرست نيم يخش مصطفى، بالنسبه للاست نيم يخش زايدي، بالنسبه للايميل هيخش اللي هو الايميل دوت، بالنسبه للباسورد هيخش الباسورد ايه؟ الباسورد دي. طيب كده الجمله تمام، مفيش مشكله، هروح واخدها كنترول سي زي ما هي كده، وهاجي في الدريم ويفر اللي هو هنا، واشوف جمله الاس كيو اللي انا عاملها اللي هي الاس كيو كويري اللي انا عملتها تحت، تمام كده تمام. يبقى هاجي هنا يا جماعه، هبتدي اشتغل في المكان دوت، في الحته دي في المكان دوت، اوكي تمام. هنقول هنا تكوين جمله الاس كيو ال، تكوين وتنفيذ جمله الاس كيو ال، اوكي طيب. يبقى هاجي هنا في المكان دوت، وابتدي اعلن عن متغير اللي هو الساين دولار الحته دي، ساين دولار ماشي كده، وهكتب اس كيو، اوكي طيب، وهفتح اثنين كوتيشن بالشكل دوت، واروح عامل اللي هي الرساله ديت الفصل المنقوط قصدي، واروح حاطط هنا كنترول في للجمله نفسها، خلاص كده تمام. طيب انا دلوقتي بسرعه كده عاوز اعمل ايكو للرساله ديت، ايكو عشان اشوف شكلها عامل ازاي، عشان ابتدي اكونها واحده واحده، تمام كده، للساين دولار اس كيو ال، تمام، هي دي، وادي فاصله هي منقوطه، واعمل كنترول واس. طيب هدي في 12 من لوحه المفاتيح مره ثانيه، هعمل ارسال البيانات، هدخل اي داتا، هنا ده رقم، هنا ده اسم، ماشي، هنا الاسم الاخير، هنا الايميل، هنا كلمه المرور، هو ارسال البيانات، دي الجمله يا جماعه اللي هي طالعه اهي، تمام، لحد هنا دي جمله الاس كيو ال بتاعتنا، تمام كده. كل مطلوب مننا بقى انا هحوش دوت، احط في المتغير بتاع اسم التيبل، هحوش هنا، هحط الاي دي، الفيرست نيم، اللاست نيم، الباسورد بتاع الايميل، وبعد كده الباسورد، تمام، بس عن طريق مين المتغيرات. تعالى نكون الجمله واحده واحده ونشوف هتطلع ازاي.
وفي كل مره هعملها ايه تيست. اول حاجه محتاج ان انا اشيل ديت واحط فيها المتغير اسمه ايه ساين دولار تيبل نيم. لو انا خدته كده على بعضيه كنترول سي وحطيته هنا مره واحده كنترول في تمام. وهعمل كنترول واس وتعالى نشوف هناك هيبقى ايه النتيجه. اف 12 مره ثانيه كود واحد الاسم مصطفى حسن بريد الكتروني اي بريد كلمه المرور اي كلمه مرور وهعمل ارسال للبيانات. هبص لاقي التيبل ايه نزل اهو مكان المتغير دوت اهو الله اسمع تمام. تعال بنفس الطريقه هنحط بقى ايه المتغيرات الناحيه دي الناحيه ديت. تعالى يا سيدي هاجي هنا اهو تمام في الاي دي داخل زي ما هو لكن القيم هتخش هنا ابتداء من هنا من كلمتين نول ديت تمام. يبقى انا ممكن احط ايه هنا السنجل كود ديت تمام واحط فيها المتغير الاولاني اللي هو الاي دي. بس الاي دي طبعا انا محدش اوتوماتيك فمش محتاج اعمل كده خليها زي ما هي نال كده. هختار اللي هنا الفيرست نيم هاخد منه كل الفيرست نيم اللي هو ده ساين دولار فيرست نيم كنترول سي واحط هنا ايه كنترول وفي. وبعد كده هيبقى عندي اللاست نيم اللي هو ده كنترول سي واحط هنا ايه كنترول وفي. الايميل اللي هو دوت اقعد هنا كنترول سي واحط هنا كنترول وفي. وبعد كده الباسورد اللي هي دي بالشكل دوت اي واحده فيهم تمشي الباسورد اللي دي كنترول سي احط هنا ايه كنترول وفي كده. دي جمله الاس كيو ال المفروض ان هي تطلع. تعال نجربها مره ثانيه ونشوف النتيجه تبقى ايه بالظبط تمام. ادي كنترول اس وادي اف 12 من لوحه المفاتيح. هدخل اي كود 4 الاسم مصطفى الاسم الاخير حسن تمام. الايميل هدخل اي ايميل كلمه المرور هدخل اي كلمه مرور ارسال البيانات. بصوا يا جماعه هتلاحظوا هي بادئ من هنا عشان بس العربي دخل في النص انسيرت انتو التيبل اللي هو دوت الاي دي والفيرست نيم واللاست نيم والايميل والباسورد. الفاليوز بتاعتك هتبقى عندك النال مصطفى حسن مصطفى وبعد كده حسن وبعد كده الايميل دوت وبعد كده دي الباسورد بتاعتنا اللي هي الهاش الكبيره ديت لان هي كده اتكودت تمام. كده المفروض ان جمله الاس كيو ال المفروض ان هي مظبوطه تمام. كده المفروض تخش بقى ليه للتيبل نفسه. تعال نشوف هندخلها جوه التيبل ازاي. عشان ندخلها جوه التيبل او ننفذ الجمله ديت هنروح عاملين حاجه اسمها الاس كيو ال اي او الماي سيكوال اي كويري يعني هينفذ جمله الكويري. وفي حاله لو تم تنفيذها الريزلت مسج هتكون تم ضفت السجل بنجاح. وفي حاله لو ما تمش تنفيذها تمام كده الريزلت هتكون الريزلت مسج هتكون ان لم يتم ضفت السجل تمام. يبقى هاجي هنا احوش الايكو ديت تمام وهاجي هنا واروح كاتب الجمله ديت اف وافتح قوس تمام ان الماي سيكول ام اي اس كيو ال اي تمام كده اندر سكور تمام كويري اهي الجمله ديت للساين دولار لينك اللي هو الرابط داتا بيس او الاوبجكت بتاع الداتا بيس مع الفصله اللي هي ساين دولار ساين دولار اس كيو ال اللي هي دي تمام كده. هفتح قوس كل براكتس هقول له ان ساين دولار ريزلت مسج ساين دولار ريزلت مسج هتساوي اوكي واروح اعمل سنجل كوت اللي هي رساله نجاح يعني. تعالى ناخد باي واحده من اللي فوق هناخد دي ناخد دي كنترول سي اوكي نحطها هنا كنترول في نحط فصل النقطة عشان ما ننساش تمام كده. يبقى هنعمل ديف كلاس تكست رايت الاليرت هيبقى الاليرت سكسس
سكسس. اوكي سكسس سكسس تمام كده. وهنا بدل الدوت اللي هي الساين دولار ايرورز ديت، هتبقى الرساله اللي احنا عاوزين نكتبها مباشره، نشيل الدوتس دي لحد هنا تمام، وهات ده تحت نكتب الرساله اللي انت عاوزها هنا تمام كده. تم اضافه السجل للجدول بالنجاح تمام كده تمام. وبعد كده هعمل ايكو ايكو للساين دولار ريزلت مسج، ساين دولار ريزلت مسج بالشكل دوت. طيب هنا هيبقى في الالس بهذا الشكل، حط كده براكتس في حاله لو النتيجه مش مظبوطه هناخد نفس الرساله ديت بالطباعه بتاعتها كنترول سي ونحطها هنا ايه كنترول او في. اوكي بس المره دي هتبقى الاليرت دينجر للتنصيب بتاع الرساله دينجر، وهنقول له حدث خطا، حدث خطا ما تمام كده. هعمل فحص للكود يا مبرمج تمام كده، وكمان عاوز اديله رساله الخطا اوت دوت في الحته دي، نجيب لها سنجل كود تمام. وهحط هنا الرساله بتاعت الخطا اللي هي الماي سيكول اي اندر سكور ايرور لللينك ساين دولار ماي سيكول ماي اس كيو ال اي تمام كده اندر سكور ايرور ايرور اوكي ستاندرد كلاينت. تعال بس نجيبها تاني ساين دولار تمام كده ماي اس كيو ال اي اندر سكور ايرور ايرور تمام للساين دولار ايه لينك للساين دولار لينك. هروح اقفل ديت، هنقفل هنا الدوت تانية، هحط سنجل كوت ايه للدف تمام تمام. برضه اتاكد من الدالة دي عشان ما يبقاش فيها خطأ، دي حسبناها فوق ماشي تمام مش مشكلة نكمل. اوكي اوكي طيب تعال نجرب كده يا جماعة، ادي كنترول اس وقف 12 تمام. مش هندخل الكود دلوقتي تمام، هندخل اسم الاول مصطفى مصطفى الزبيدي، الايميل هنخليه اللي هو مصطفى عبده 1440، وهنحط الباسورد اللي هي ام جي اس 2008 برودي، وهنرسل البيانات. هقول لك تم اضافه السجل للجدول بيه بنجاح، عاوز نتاكد. هنخش هنا على الماي سيكول، هنرجع للتيبل مره ثانيه، هنقفل كلوز دي حسن تمام. هتلاقي في الاخر خالص هبص يا جماعه مصطفى الزبيدي وده الايميل بتاعه وتم اضافه. تعال نضيف اي حاجه ثانيه عشان نتاكد برضو الفورمه نفسها، هنحط مثلا كود وليكن 31 تمام، وهنا هندخل اسم وليكن عبد الله الزويدي تمام. الايميل نحط اي ايميل وليكن دوت ام جي اس برو دبليو ات جيميل دوت كوم. الباسورد هنحطها ام جي اس برو، ونرسل البيانات. اقول لك تم اضافه سجل الجدول ايه بنجاح، هنرجع نشيك على البي اتش بي ماي ادمن ريفرش للداتا بيس، هتلاقي رقم 31 هو عبد الله الزويدي كذا كذا. بكده يا جماعه نكون خلصنا الحلقه دي النهارده، ونكون نجحنا في ان احنا فعلا ندخل داتا للداتا بيز او للجدول بتاعنا عن طريق فورم نموذج مرتب منسق ما فيهوش اي مشاكل، بيتم الاتصال بقاعده البيانات وبيتم اضافه السجلات زي ما احنا عاوزين. لو عملنا ريفرش تاني اهو كده يا جماعه، تقدر تدخل البيز اللي انت عاوز
وبراحتك، ويتم ادخالها مباشره الى الجدول. وكده تكون خطوه كويسه ما فيهاش مشاكل، بس مع بعض الملاحظات احنا ممكن نقول عليها. تمام كده ان شاء الله باذن الله تعالى. تمام لو قدرنا الفتره الجايه، بس كده كويسه، النتيجه كويسه الحمد لله وتقدميه كويس. بكده نكون خلصنا الحلقه دي النهارده. اذا عجبك الفيديو تعمل لي كومنت لايك شير ليه، واذا عجبتك القناه تعمل لي سبسكرايب داخل القناه. وكلكم شاكرين. كان معكم مهندس مصطفى عبد القادر الزايدي من قناه مصطفى الزايدي للعلوم الحاسبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.